السلام عليكم، اسعد الله مساكم جميعا المتابعين الكرام حبايب قلبي. طبعا اليوم بطرح لكم موضوع مهم جدا خاصه للطيور. وش يبغى يهتم هذه التربه دي؟ تربه البحر دي هذه تربه البحر مفيده جدا للطيور. طبعا الحمام ياكل انه طيور الزينه، لازم الزبره، جميع الطيور لازم تحط من التربه. طبعا افضل شيء، يعني انا من تجارب بين الطيور وشفت نتائج زين، تربة البحر وفيها ملوحة وبس. فأنصحكم نصيحة أنكم تقدمون لطيوركم التربة ذي، لأنه يأكل الطير تهضم الطير، مفيدة جدا للطير التربة. هنا هذا حق البحر، شوفون هذا حصاد الصغير، هذا يأكل. طبعاً أنا الآن بينبع باخر إن شاء الله بإذن الله، وقدم الطيور عليهم بالعافية إن شاء الله. هنا تهضم للطير، ترى زين جدا. طبعاً الحمام أنا جربته بعد يأكلونه يستمتع عليه، صار الحصى الصغير هذا تشوفونه في قواقع، به قواقع خفيفة، شوف القواقع، موجود قواقع، شوف هذا القواقع، موجود قواقع صغيرة تشوفونها.